إن إمام المسجد عندنا لا يؤذن الأذان الأول للجمعة، ولكن يكتفي بقراءة القرآن الكريم بمكبر للصوت التابع للمسجد من وقت الأذان الأول إلى موعد الأذان الثاني، فما الحكم في هذا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا ترك السنة وأتى ببدعة، لأن الأذان الأول من سنة الخلفاء الراشدين، فقد أمر به عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته لما كثر الناس وتباعدوا عن تباعدت أماكنهم، فصاروا بحاجة إلى من ينبههم لقرب صلاة الجمعة، فأمر رضي الله عنه بالأذان الأول ليستحث الناس للحضور لصلاة الجمعة، فصار سنة إلى يومنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، قد فعل هذا وأقره الموجودون في خلافته من المهاجرين والأنصار، فصار سنة ثابتة. فهذا الذي ترك هذا الأذان الذي سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه واستبدله بتلاوة القرآن من مكبر الصوت، هذا بدعة، لأن تلاوة القرآن في هذا الموطن وبهذه الصفة يكون بدعة، ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل أصحابه، ولا من عمل القرون المفضلة. فالواجب على المسلمين أن يقتصروا على المشروع، وأن لا يحدثوا شيئا من عند أنفسهم، وتلاوة القرآن من المكبر لا تكفي عن الأذان الذي هو شعار الإسلام، والذي شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين، اتخاذ قراءة القرآن بديلا عن الأذان الأول يوم الجمعة أو غيره، هذا من البدع المحدثة، وهذا لا يكفي عن الأذان. والله تعالى أعلم.